ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم مراسل غد أحمد العربي. أحمد، عن أجواء وسير المحاكمة. صباح الخير. قبل قليل وصل الرئيس السوداني السابق إلى مقر المحكمة هنا الشرقية الخرطوم وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت بالفعل الجلسة السادسة قبل نحو دقائق من الآن، حيث دخل الرئيس السوداني السابق وسط ترحيب وشعارات من أقاربه، وأيضا بالإضافة إلى بعض مناصريه الذين وصلوا إلى محيط قاعة المحكمة. هذه المرة ستستمع المحكمة إلى بقية شهود الدفاع الذين أحضرتهم هيئة الدفاع للاستماع إلى أقوالهم وإكمال ما تبقى من المبلغ الذي وجد بحيازة الرئيس السوداني السابق، إكمال بنود الصرف التي ذكرتها هيئة الدفاع، وأن لديها ما من الشهود الذين يمكن أن تقدمهم ويمكن إثبات ما تبقى من المبلغ، حيث أن هذا المبلغ يقدر بنحو 25 مليون دولار. قالت هيئة الدفاع أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير قد صرفها في خدمة مشروعات تتعلق بالدولة ومؤسسات أيضا تخدم الدولة. نعم أحمد، لو نرجع إلى الشارع السوداني، يعني كيف هي الانطباعات حتى الآن حول هذه الجلسات والمحاكمة عامة؟ نعم، هذه هي الجلسة السادسة، والشارع السوداني يعني يصر كثيرا على أن هذه ليست التهمة التي يجب أن يحاكم فيها الرئيس السوداني السابق. الشارع السوداني ينتظر المزيد من التهم التي ستوجه إلى الرئيس السوداني السابق، يعتقد أن هناك تهم تتعلق بقتل المتظاهرين، بجرائم أخرى، بجرائم فساد أكبر من التي يحاكم فيها الرئيس السوداني السابق. يرى أن هذا هو مبلغ قليل جدا نظير الملفات التي يتحدث عنها المتابعون والمراقبون على أنها هي تتعلق بفساد الرئيس السابق بالإضافة إلى الحزب الحاكم. لذلك حتى الآن الشارع السوداني ربما لا يكترث كثيرا بهذه المحكمة، وينتظر أن يشاهد وأن يسمع المزيد من التهم التي ستوجه إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مقبل الأيام. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد العربي مراسل الغد، كنت معنا من الخرطوم.